زي يسوع المسيح ما بيقول كل ما فعلتموه لأولئك الصغار فبي فعلتموه. انا في اوقات كتيره من خبرتي في البيت ده بشوف ان دول فعلا الصغار. احنا هنا مش بنحاول بس نوفر اكل وشرب ونوم ويعني نقول ايه الاشياء العناصر الاساسيه للمعيشه، ولكن كمان بنحاول نوفر جو عيله، وده الاهم بالنسبه لي. النقطه الثانيه اللي لازم كمان بنوفرها لاولادنا هو ازاي يبتدوا يشعروا ان هم معتمدين على نفسهم. عندهم بيسموه كده يعني سيلف استيميشن، يعني تقدير شخصي لذاتهم، تقدير لذاتهم. النقطه دي مهمه جدا، مهمه لان بتدي للشخص احساس بالوجود واحساس انه بيحقق ذاته. زاوية الاحتياجات الخاصة هما زي ما قلنا جزئين، جزء مقيم إقامة دائمة، والجزء الثاني بيجي بياخدوا الخدمة من 9 لـ2، كبار وصغيرين. الصغيرين بيكون فصولهم عبارة عن مونتسوري ورعاية ذاتية وتعديل سلوك وتنمية مهارات. الكبار منهم اللي هو من فوق 15 سنة لغاية يعني عندنا لغاية 55 سنة، دول بالنسبة لهم بيبقى اليوم عبارة عن أول حصة بتبقى أكاديمي، بعد كده بيبقى طول اليوم ورش إنتاج. إيه هي الورش بتاعتنا؟ إحنا عندنا 4 ورش إنتاج، شمع وخياطة ونول وأعمال فنية. طبعا الورش دي حاجه بالنسبه لهم مهمه جدا، من لما بينتج حاجه دي حاجه بتسعده جدا، وحاجه بتخليه حاسس ان هو عضو فعال في المجتمع، ان هو مش حد كده زي قلته. بالنسبه للمكان هنا في يعني عايزه اقول انه في ناس كتيره قوي بتتمنى تجيب ولادها هنا، حتى اللي عندهم اب وام بيبقى نفسهم يسيبوا الولاد هنا لان هما بيجوا هنا يلاقوا رعايه كامله. طبعا اللي بيجي هنا بيختلف تماما، بيبقى حد بيعتمد على نفسه، بينتج ايا كان اللي هو بينتجه، هو حاسس بيديله احساس كده ان هو حد مهم جدا. التحديات الماليه اكيد كمان موجوده، بالاخص احنا بنمر دلوقتي بظروف كورونا والصعوبات، فطبعا التبرعات قلت حتى من المؤسسات وكده. طبعا ايه اللي نفسي او ايه التحدي فعلا اللي بالنسبه لي صعب؟ هو بالاخص مع المشرفين، اذا كان مع ذوي الاحتياجات او اذا كان مع الايتام، ازاي نكون كادر من شباب متعلم يقدروا يخدموا الاولاد دول. لان بس لو اتكلمنا عن المعاقين احنا بنتكلم على لكل 2 أو 3 من الولاد محتاجين مشرف 24 ساعه. فأنا اللي بتمناه إذا كان مع تنيفا، إذا كان مع أي مؤسسة كبيرة نقدر نتبنى هذا المشروع، هو عمل مشروع لتنمية مهارات المشرفين اللي بيشرفوا على الأولاد ذوي الاحتياجات أو إذا كانوا الأيتام. النور